جوجل سيرش برضو بتدينا خدمات زي خدمات نشرات جوية أو توقعات طقس. يعني مثلا لو عايزين معلومات طقس عن مدينة من المدن، ممكن نكتب مثلا هنا ليما، ودي مدينة في بيرو في أمريكا اللاتينية. weather ليما W weather، شايفين هنا آدي ليما weather. فأول نتيجة بحث ومن غير ما تروح لأي موقع هتلاقي المربع ده، ليما ديستريكت بيرو، النهاردة، والتوقيع المحلي الساعة 10، ومعلومات عن الطقس، درجة الحرارة، partially cloudy أو جزئي، الجو زو الجو في سحب بشكل جزئي. في الهيوميديتي، في سرعة الرياح، في هنا شايفين درجة الحرارة، هنا مثلا دي السيلزيوس، لو عايزينها فهرنهايت نضغط على حرف F هنلاقي انها 70 فهرنهايت. دي ودي درجات الحرارة، ودي هنا مثلا التوقعات بالنسبة لبكرة والسبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس، بمعنى الاسبوع الجاي كامل. هنا ممكن نشوف الرياح، سرعات الرياح واتجاهاتها، وده على فكرة تمام الخدمة دي تمام، مجرد انك انت تكتب اسم اي مدينة وجنبيها كلمة weather. في برضو جوجل بتدينا خدمة تانية اللي هي خدمة الديفينيشنز أو التعريف. مجرد أن تكتب كلمة define define بمعنى عرف، عاي انت كده بتقول لجوجل عرف لي المصطلح ده، مثلا define radicalism، تعريف الراديكالية أو تعريف الأصولية. هنا جوجل مثلا في نتائج البحث بتديك هنا مربع، المربع ده فيه بالظبط عبارة عن تعريف لكلمة راديكالية. The term political radicalism or simply in political science, radicalism denotes political principles focused on alterating social structure through revolutionary means. لو عايزين مثلا نعرف define، عايزين كلمة عربي نعرفها، ممكن نروح هنا لوحة المفاتيح العربية مثلا. عايزين نعرف ظاهرة من الظواهر، ألا وهي ظاهرة التسامي، كنترول A كنترول C. هنا نرجع للصفحة دي، وبدل ما نعمل عملية define للراديكاليزم نعمل define التسامي، وهنا نشوف نتائج البحث. هنا في نتائج البحث شايفين مواقع من قواميس إنجليزية عربية ومعاني التسامي. هنا مثلا لو رحنا مثلا الموقع ده، هنا بالعربي نواة التسامي أي الجسيمات التي تنمو كريستال جليد بعملية التسامي،
ده موقع شكله كده غريب، بس يعني ايه، نظام حرفية من موقع انجليزي، لان شايفين الترجمة هنا احنا مش مظبوطة. لكن ممكن نرجع تاني هنا للتسامي. وهنا نكتب مثلا عرف التسامي. كنترول سي كنترول في. هنا لما كتبنا تعريف التسامي، في اول نتيجة من نتائج البحث هنلاقي كلمة تسامي من موسوعة الويكيبيديا الحرة. هنا تعريف التسامي او التصاعد هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة. هنا برضو في مواقع تانية عرف التسامي، في التسامي حالات المادة، التسامي دار العلوم. في برضو من خدمات جوجل إنك أنت ممكن تستخدم جوجل سيرش كآلة حاسبة أو كالكوليتر. هنا مثلا في الآلة حاسبة بسيطة أو علمية، هنا مثلا ممكن 1 زائد، هتلاقي هنا على طول حتى في نتيجة البحث 1 زائد 1، ونتيجة هنا 2. ممكن برضو يعني تستخدم جوجل كآلة حاسبة عادية بيسك أو ساينتفك في إجراء عمليات حسابية أو إحصائية أو حساب مثلثات. هنا مثلا لو عملنا عملية حسابية معقدة شوية، زي مثلا 5 على 12 في 220 ناقص 34 على 2، وعملنا انتر، هتديك النتيجة هنا. وهنا زي ما احنا شايفين برضو جوجل سيرش حطت أقواس من عندها بحسب ترتيب وأولوية أو الأولوية بتاعت العمليات الحسابية، زي مثلا الضرب والقسمة بعد كده الطرح. يعني هنا ضرب 512 في 220، وده جزء، وبعد كده 234 على 2 ده جزء تاني. في هنا برضو زي ما احنا شايفين آلة حاسبة كاملة، وممكن برضو نستخدمها. هنا مثلا all clear، هنا مثلا ممكن نكتب 120 في 450 على 12 ناقص 4 يساوي. هذه نتيجة البحث. هنا في برضو حساب مثلثات، هنا في برضو degrees، في هنا ده راديال أو دائري، في برضو ممكن نستعمل في برضو جوجل بتدينا خدمة التحويلات، تحويل أي وحدة قياس لأي وحدة قياس أخرى، سواء كانت في الوزن أو المسافة أو الحجم أو درجة الحرارة. يعني مثلا في هنا لو عاوزين conversion، لو عاوزين تحويل مثلا 3.5
ميل لكيلومتر إن كيلومتر. هذه هنا شايفين النتيجة 3.5 للآ، 3.5 حسبها 3.5 افتكرها ملي ملي لتر، وحولها هنا لمتر مكعب. لكن ممكن نشوف هنا الميل 3.5 ميل مثلا، نغير كل ده 3.5 3.5 ميل. ادي احنا زي ما احنا شايفين 3.5 ميل تحويلها الى كيلومترات. شايفين هنا الجدول ده او المربع اللي هو خدمة من خدمات جوجل، بيدينا هنا ان ده عبارة عن وحدات اطوال 3.5 ميل بالنسبة تساوي 5.6327 كيلومتر. ممكن برضو مثلا 37 سيلسيوس إلى فهرنهايت، هنا في نتيجة البحث في المربع ده بيقول لنا إن ده تحويلات درجة حرارة من 37 سيلسيوس إلى فهرنهايت، والقيمة 98.6. في برضو مثلا لو عايزين نحول شيء، لو شفنا هنا التحويلات، في تحويلات مساحة، ده ترانسفير ريت، معدل تحويلات، معدل تحويل بيانات، ديجيتال ستورج، انرجي طاقة، فريكونسي زبزبة، فول ايكونومي، اطوال كتل، زوايا، ضغط، سرعة، درجة حرارة، وقت، حجم. كل دي وحدات قياس ممكن تستخدمها انت في تحويلات من كذا لكذا، من اي وحدة قياس لاي وحدة قياس اخر. في برضو لو رجعنا مثلا للاطوال، هنلاقي هنا مثلا 3.5 ميل يساوي 5.6 كيلومتر. لكن لو بالاسهم دي نزلنا وشفنا، لو عايزينها مثلا بالامتار، بالسنتيمتر، بالملي، بالمايكرومتر، نشوف هنا مثلا بالمايكرومتر هتدينا كام؟ هتدينا 5 × 5.633 في 10^10. لو من الناحية التانية، لو 3.5 ميل لو عايزينها مثلا لمتر، 3.5 3 يساوي كام مايكرومتر؟ ده التحويلات. ففي سهولة وشمولية في الاختيار ما بين وحدات القياس وأنواع وحدات القياس. جوجل برضو بتدينا خدمة الترجمة. لو هنا مثلا كتبنا في مربع البحث translate، شايفين المربع ده هنا بيدينا خدمة تحويل من أي لغة لأي لغة تانية. لو مثلا عايزين من هنا شايفين لسة اللغات مترتبة ترتيب أبجدي، بداية من الأفريكانس وهي لغة جنوب أفريقيا مقاربة للغة الهولندية، لألباني، لأمهرية، لعربية، لأرمينية، أذربيجاني. كل دي لستة لغات، بالإضافة لكل دي لستة لغات. ممكن تختار من لغة، من أي لغة من على اليمين وتحولها للشمال. يعني مثلا هنا عايز أنا مثلا من الإنجليزية، ندور على English،
من الإنجليزي، عايز أترجم إلى لغة مثلا غريبة، لغة هاوسة، ولغة الهاوسة دي لغة من لغة في مجموعات بتتكلمها في في أفريقيا. مثلا هترجم كلمة هاوس بيت، باللغة الهاوسة جيدان. ده انت كمان ممكن تستخدم خدمة ترانسليشن دي بانك انت تقول الكلمة وجوجل تكتبها وتترجمها في نفس الوقت. هنا مثلا لو عايزين مثلا من الانجليزي ل او الهندي، ممكن نستخدم الهندي. هنا هاو بالإنجليزية باللغة الهندية كيس تراه، وممكن تدوس على الأيقونة دي بحيث انك انت تسمعها كيس تراه. يعني برضو ممكن تترجم جملة كاملة، This is very nice. جملة بسيطة، This is very nice، ودي الترجمة باللغة الهندية، ودي طريقة النطق باللغة الهندية. وهنا لو دوسنا على الأيقونة دي اللي هي عبارة عن مكبر صوت، هنسمع بالضبط الترجمة أو الترجمة الصوتية أو إزاي دي بتتنطق باللغة الهندية. في برضه ممكن تترجم، يعني ممكن تترجم كلمة أو جملة من أي لغة لأي لغة، وممكن كمان تترجم صفحات ويب. يعني مثلا هنا، يعني مثلا هنا لصفحة من صفحات الأهرام. هنا شايفين صفحة من صفحات الأهرام، وهنا هنروح للينك الخاص بالصفحة. اللي هي www.الاهرام.org، ونعمل له copy، ونروح للtranslation. وهنا من العربية، from Arabic to Spanish. في هنا ندور على Spanish، وهنا Control A Control V. هنا مش هتنفع ان احنا نحط ويب بيج، لكن ممكن نروح للموقع الخاص بجوجل ترانسليت. هنا نعمل بيست للويب سايت اللي هو www.ahram.org.eg، وهنا ندوس على Translate. هنا بيفتح صفحة تانية، وهنا شايفين صفحة الأهرام، وهنا شايفين كل النصوص اللي كانت مكتوبة بالعربي اترجمت إلى اللغة الإنجليزية. لكن اللي على أقصى الشمال وأقصى اليمين دي ما اترجمت، لأن دي عبارة عن صور مش نصوص. فالويب براوزر ما يقدرش ياخد نص من صورة، عشان كده هو أخذ بس النصوص اللي كانت مكتوبة بالعربي ويحولها إلى اللغة الإنجليزية. لو نزلنا تحت برضو تاني صفحة الأهرام الرئيسية اللي كانت مكتوبة بالعربي، وعن طريق جوجل ترانسليت اترجمت للغة الإنجليزية.
هنا عناوين الأخبار برضو كلها مكتوبة بالإنجليزية، وممكن برضو نغير من لغة إنجليزية مثلا للغة تانية، زي مثلا لغة كاتالان اللي هي لهجة من لهجات اللغة الأسبانية. translating in process، بمعنى جوجل بتعمل عملية رصد للنصوص الموجودة في صفحة الهرم وبتحولها من اللغة العربية للكاتالان. هنا شايفين أحد العناوين، وهنا مترجم من اللغة العربية إلى اللغة أو للهجة الكاتالان. وهنا ده الصفحة بالمترجمة، ودي الصفحة الأصلية. بس لازم نحط في الاعتبار ان الترجمة عادة ما تكون ترجمة حرفية، فممكن يعني لازم تقرأ السياق وتحاول تفهم منه، لان دي بالظبط ترجمة آلة او ترجمة ماشين. هذه الصفحة الرئيسية. فاللي نلاحظه ان جوجل ترانسليت بتحافظ على اللي اوت بتاعت الصفحة، لكن بتغير المحتوى من لغة للغة تانية. نقفل الصفحة الرئيسية للأهرام، ونقفل صفحة الترانسليت. ونفتح تاب جديدة لجوجل سيرش. من خدمات جوجل برضو ان ممكن نستخدم جوجل سيرش للبحث عن بيانات ومعلومات عن اي رحلة طيران خاصة باي شركة طيران، سواء مصر طيران او اي شركة تانية. فمثلا هنا في ده موقع مصر للطيران، هنا وهندور على اي رقم خاص برحلة. هنا مثلا في ام اس، في رحلة خاصة مصر طيران ام اس 757، ام اس 757. اوكي نقفل دي. وفي السيرش هنا هنكتب مجرد رقم الرحلة MS757، انتر. شايفين في اول نتيجة من نتائج البحث جدول الرحلة، مصر للطيران 757 من كايرو لأمستردام. وهنا شايفين تاريخ الرحلة 24 نوفمبر الخميس من كايرو لأمستردام، برضو نفس اليوم، نفس رحلة يوم واحد. هنا المغادرة المقررة من 9:55 صباحا من تيرمينال 3 والوصول. ده برضو ممكن أي رقم، أي رقم رحلة طيران، مجرد انك انت في مربع، مجرد انك انت في مربع البحث او صندوق البحث تكتبها هتديك معلومات عنها. جوجل سيرش برضو يعني مثلا هنا سكيبل في رقم رحلة طيران هنا اهو KU 1584 كوبي بيست، دي رحلة طيران تانية. دي مثلا كينيا ايرويز فلايت 1584 من المطار ده لأمستردام. وبرضو في هنا الرحلة دي من في رحلتين، رحلة مثلا يوم الجمعة وفي رحلة يوم السبت. في برضو ممكن عن أخبار البورصة، تدور عن أخبار البورصة.
اجاكس. ده سوري، ده مش بورصة لكن ده فريق كرة قدم. لكن لو هنا مثلا لو عايزين البورصة المصرية، Egyptian Stock، Egyptian Stock Exchange، هنا ندور، هنا هنلاقي الرمز الخاص بالبورصة المصرية EGX. زي ما احنا شايفين هنا EGX مسافة EGX 30، دي عبارة عن الكود الخاص بالبورصة المصرية. لو عملنا هنا انتر، هنا شايفين في النتائج، في اول صفحه في النتائج ايجيبشن اكسشينج او البورصه المصريه. هنا برضو في اي جي اكس 30 كومبانيز، هنا زي ما احنا شايفين ان اي جي اكس 30 كومبانيز مجرد انك تكتب كومبانيز وبعد تدوس انتر ممكن تلاقي لي قائمه باهم 30 شركه ليها اسهم في البورصه المصريه. وللاسف اي جي اكس 30 او البورصه المصريه غير البورصات العالمية الثانية زي مثلا نيويورك، نيويورك هنا NYSE The New York Stock Exchange، دي على فكرة في صفحة نتيجة البحث هيديك هنا زي جزء من الموقع الخاص ببورصة نيويورك، ممكن تبحث في بورصة نيويورك من غير ما تروح الموقع نفسه. زي هنا شايفين هنا في أيقونة بحث وهنا في مربع بحث، ده مثلا بالنسبة لنيويورك ستوك اكسشينج. نرجع تاني لمصر، بالنسبة للشركات زي ما احنا شايفين هنا في مثلا حديد عز، في مجموعة هيرمس، في المصرية للمنتجعات السياحية، في مدينة نصر للتعمير أو للإسكان، ودي زي ما قلت لكم برضو خدمة من خدمات شركة أو موقع جوجل البحثي، إنها بتدينا معلومات وبيانات عن البورصات العالمية. ودي كانت النهاية، شكرا لكم على المتابعة وشكرا لكم على المشاهدة، وإن شاء الله نتقابل في